أمي سوى ذرار الصار السمراء، أمي سوى ذرار إلك ذا مزوار، أمي سوى ذرار الصار السمراء، أمي سوى ذرار الصار السمراء، أمي سوى ذرار إلي كذا مزوار، أمي سوى ذرار الصار السمراء. أمي سوى ذرار الصار السمراء، أمي سوى ذرار إلك ذا مزوار، أمي سوى ذرار الصار السمراء، أمي سوى ذرار الصار السمراء، أيلي سو درار غرغورة مزوار، أيلي سو درار غرغورة مزوار، بلعنا كتيب قورا قسم سنين وما شهور. الزيتون تلك الشجرة المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم، ونظرا لفوائد ثمارها المتعددة فإن جني الزيتون في منطقة القبائل يعد من أحد أعتق وأهم العادات بالمنطقة ومصدر رزق أساسي لسكانها. ففي قرية تفريت الجبلية بأقبو تبدأ العائلات في جني الزيتون في شهر نوفمبر إلى غاية أواخر فبراير. هذه العملية تتطلب مجهودا كبيرا نظرا لبعد حقول الزيتون عن السكنات وكون المنطقة جبلية تكثر فيها المنحدرات، في بعض الأحيان يشكل خطرا على حياتهم خاصة عند الصعود إلى الأشجار العالية لقطف الزيتون. في المساء تنقل أكياس الزيتون بكل مشقة إلى المعاصر التقليدية أو الحديثة. ترونسبور داك لهنا ابري ما ندي الحقار داك نخدم اسلي نيميرو فوالا شاك كليان سنيميرو ينس ابري نسوي ما رد الحق دال ينس ما رد الحق دال او كليانيا اتي تناول الميزان هذه وزن سان بالونس دو بريسيزيون هذه وزن اش نخدم اش الماركه شحال يكسع الميزان ودي عديهم الله تريميه لا تريمي غادي دي سالي اون طابير فوالا غادي اون طابير طابير غادي عندنا لا لافوز افيك لو شوت سو مالي حمان سو مالي حمان غادي عندنا غادي داوي لا فيس رو بارواير اك بارواير غادي عندنا رو مالاكسور دوك مالاكسور غادي عندنا لا ديكونتاسيون رو ديكونتور ديكونتور غادي عندنا رو سيباراتور أمورج هذه فوار هذه باسين دو ديكونتاسيون الزيت هذه فرار هذه عديو وهذه ويبا فيس فلا قسم سنين وما شهو قسم سنين وما شهو ترزانك يا لزير قوى أتسكري دانكارو أتسكري دانكارو أمي سودرا هيلي سودرا الصار السمرة أمي سودرا
زيارتنا إلى معصرة زيتون عصرية تابعة للسيد عز الدين بو يحيى الواقعة في وسط القرية، صادفنا أكياس الزيتون المنتشرة في محيط المعصرة التابعة للزبائن الذين يفضلون هذه المعصرة الحديثة التي تتميز بسرعة العصر وبمردود أوفر. هاشمي والرغود مينا أي معزيز أنا تامر ديوان هاشمي والرغود مينا أسمي في اللي غتيل مزيدة واسمي مردن ذي الزينينا ولا نقويت أجمونا ذاكيا أدي عبدين على تريميان قلع تريميان أفيا وطابيان وطابيان أدي عبدين على لافوز قلع لافوز أدي عبدين على ماخر اسمي سيسقار البروايور تبدأ عملية استخراج الزيت بتمرير حبات الزيتون عبر سلسلة متحركة تقوم على فصل الأوراق والشوائب وغسل حبات الزيتون بالماء من الغبار والتراب، ثم تعمل على نقل الحبات النظيفة إلى المطحنة لطحنها والحصول في نهاية المرحلة على عجين من حبات الزيتون والسوائل والذي ينقل بدوره إلى الكبس بواسطة أنابيب. يكبس العجين ونحصل على الماء والزيت، وفي الأخير يتم فصلهما في آلة خاصة ويخرج زيت صافي عبر الأنبوب إلى الحوض. رغم توفر معاصر الزيتون العصرية التي تسهل استخراج الزيت، إلا أن مردود الزيتون في تراجع مستمر، وهذا راجع إلى عدة عوامل بيئية وبشرية، منها نقص العناية بالأشجار من حرث وتقليم وتخصيب، طريقة الجني ونقص الإمكانية المادية والبشرية للعناية بالأشجار ونقل المحصول الذي تم جنيه. تم زورت ودنيني أنصفيس والناس لما تدرت النار تدرت تفريث مرحبا يسكن المعنس رايقيا أفع مريحيا كنسخان سقبيليس شراو دنيني تورا تفطلع من الخير الله يبارك الله أسكوا ساقيس تناني أمب خير قي لينديا لورون دمون يونع بارابور أري لينديا بون سورون دمون على كل حال كنيتي الزرام إلي ليا بليزيور فاكتور تم زواروث فاكتور كليماتيك تسنين لا بلوفيوميتري يديوثني لينديا سي القوة أورنا Donc, ce qui fait le rendement et les croissants par rapport à l'Indien. Et malheureusement, c'est-à-dire, Azmourna, il y a les précocement. C'est-à-dire, il y a le secteur ravageur qui est l'olivier, ce qu'on appelle la mouche méditerranéenne. Il y a les précocement. Donc, c'est pour cette raison qu'on a commencé un petit peu tôt à ce que c'est la récolte, parce qu'il y a les deux cuites. Généralement dans la localité de Gourbeau, on commence la récolte c'est à partir de décembre. Mais cette année, il est exceptionnel. Les mours, il est affecté. Quoi. Donc, on commence à choisir.
اي فوالا سا ديرتو راه قريب تفك لا ريكولت مي لو روندمون بارابور ا لين دي اي لي تاميليوري اي لي نيتمون اميليوري بارابور ا لين دي لو روندمون لي فاريابل لا غيون اورنا اي لي فاريابل انتر 17 ال 31 لتر بار كينتال على كل حال لي فاريتي هذا كي سون نومبروز الى واش ملال الى عباس الى زراج يا دي فاريتي كنا تنسينا راه نوفاتيت كان كاكيا لو روندمون على كل حال il diffère d'une variété à une autre il y a plusieurs facteurs édiction dans le rendement il y a le facteur variétal il a les opérations culturelles il a la structure du sol il a la climatologie qui a des ça influe sur la production mais généralement on connaît des l'olivier qui il est un prédominant c'est le chemlel de Abbas d'ailleurs ça les variétés yani en ça local les choses mra dinir dirna bon à le كل حال تاع المم سي ديرني طون le climat il خوش مليح il est d'am d'aoud dirna sur l'insecte ravageur qui كثن particulièrement la localité gnino Et ces derniers temps, il est réapparu. Il a la mouche méditerranéenne, mais tiens, une mouche gosségien. C'est dû peut-être à dénigrer le barrage qui est chez Haft. Ressent les opérations culturelles. Donc, c'est dû à ça. Mais sinon, ça va, ce gosségien par rapport à l'Indie, le rendement. Et satisfaisant, disons, Zmred Ninian, il a atteint yani, la moyenne locale, régionale. Ami Souadrar, Assar Samra. Ami Souadrar, il est que d'âme zoar. همي سودرا صار السمرا همي سودرا صار السمرا همي سودرا ايدي كده مزوار همي سودرا الصورة السمراء أمي سوى الصورة السمراء أمي سوى قيام بالقايد زاق حرقاتين وقال ما يسرق كفريت ما يسرق الجاريو ذا الجاريو ذا حبيبيو كان نقض زمور كل شقواس نسمع وان كنيني اكس كان لحال تورا ما كان زيك زيك يا زيك الجارة كيعاون تورا خاطير زيك ديجا المعنسريق كيقام تاقيم وتنسعي ولا المعنسران القبايل ما يصيروا سردون تورا ما يصيروا اوتوماتيك القضاء زمور القضاء الحصران كي القضاء كثوسين القضاء كيجي العالي نسعى نلقض اجمع ديسيا بليتو ديسيا تجمع تعاون تيا لا بيريود الكونجي براش الكونجي ديني كلان تورا شرا دنينيا المهم ان شاء الله هذا يمنعوا شكواس وين مع وينك قوي جارنا يو كنت سوينت تدورا غادي نشكر دولنا يا غي صوضنا الدرجة كيا إلا وين يخصن ونقني عارس وين يخد خدمة كيا لو فان ربي اون سوا اون سين اون 62 استقل
أدخدم أدخدم أنا ثاي في اللحن أتصي في اللحن يبغى ندخل من أكل ولا غالب وقذنا راه ليديسن أدوينا جوارنين سن القاعة الساقين أثنوس أثنوس أستعقي شارع العبد هشو غرو تعقي شارع العبد يوس الجهة أمان خصا يغني يأخذ إدي تكرا الغاشي أتصي السن الورد تولي لفنا ربي قسني غرسا يتخلق دلار وترات أدخل صنع نتا يبلع نفق من قوة كنسن أدخل صنع ماشي أشتاقي ولا حد يارو مين لكو نقم العام أشتاقي مين هنو أخذي من أرد دولا ناس نسكم الأرى أخذ عاون أرى سوف غادي زكارن قلتنا كني يقضي موالا سينا يبلع نساقيني يونو تعاش لن يعقي نقو زمور تعاون نشيطوحي فلحن زي يقلل القاعة والسكرة كلش اللي يقصص يوفنا ربي هكا كي تخدم قبل ما عصر كي تقدم تقدم ارث فلاح تقدم الناس ارتاح مثلا تمشينا نيكو شروت من كل تدارت نعم كل سنه تدورين تخدم لا كوبيراتيف تدبك تمشين الناس وشروت تخدم من مدن الساقي تدارت نطفريت الساعه 47 نورال الساقي يونو نورال ولا حكيت يونو النار ولا حكيت امشي سنويض والله لو كان السوفا نتاكا هاد ندور هاد نخدم لا بيجيتي القاعة اتظرم ذا في قلال ماشي الا قارن سكي ديب انا هضر الصح ديركت الصح لا يفلاحن خوصنا سا خوصن سوا ذاكيا سوا اني ذا نظن لاني قديت عند البيرمات اما نخوصن باللي دولة وتخذي مرة الواجب زاكين اكنين بقى ونخذي ما وتخذي مرة اسانا طاسي يخوصن تولا تشورن كان ولا ونمدن قيمن أثنى ويوفا مكاري عايشة إيقاذين تروح على البوستة تورا أثنى ويتعيشة حاشي قد يتروحون يتعني سوردين مثل القاعة أثنى سورتو 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 القاعة يدورها أثنى وقوذنا رمدنا ذعيشة موز روح ذرا دويض قبران أثنى سمورتين كل شيء قيم ذا سوخيا يوفان أربيا يوفان أربيا دولا أتحوش في فلاحن يصحان أتحوش في قد يقبغان أدخل من القاعة ماشي اتحوي ويجي سكي ديبنا كاكيا اتاسك سكي ديبن الكسبه وكل كري ضري هكا يسد وانتو قام نكي نكي ضري الكسب الكسبه بالله يصحان والله ما تعاوني في الدوله مقمى الحمد لله ما ظلم الصفي الله الصغر الصهراء سود راه الصغر الصبراء ايلي سود Notre point qui est très très essentiel, c'est l'écoulement et la commercialisation de notre production. Parce que, l'oliculteur, le seul souci, Inès, se limite à la production. Et nous faisons le vrai travail. Il est souhaitable de voir l'État se pencher vers le point qui est la commercialisation. Nous connaissons. Un organisme habilité à prendre notre production, Bachir Aflah. Et il est dans sa mémoire d'un Israël, la production ce sera commercialisée. Donc, le seul souci, c'est de travailler convenablement, techniquement, cette culture ancestrale. Isaac Mourt al-Qbayl et Ougla Karatnij. Et avec bien sûr l'aide de l'État. Des vrais radiniers, je tiens, j'insiste sur ce point, c'est la commercialisation. Et parce que la production doit être de guerre, ou de faire un charage. Donc, il est découragé. Il est en stock. Donc, il n'y a quoi sert d'avoir juste. L'autant suffisant si nous déchirons ou chamions. Le reste, puisqu'il n'est pas commercialisé, donc c'est déjà. Les livres à Dernour, c'est très très indispensable. Fait je te gif la commercialisation et bien, ou à te compte ça. Les va à Dernour, à te compte ça. Belana. Deep water.
خصم سنين وما شاهو خصم سنين وما شاهو رزقناك يا لزير قوا هتسكري دانك يا رو هتسكري